صباح الخير. اتأخرت ليه؟ انت فاكر العالم اللي بيجولك فاضين وما وراهمش مصالح؟ طب ده انا كده لوحدي وبطولي ورايا مدرسة وبنت حامل مش عارفة اعمل ايه في مصيبتها، وخطيبي قفش عليا عشان ما عملتش محضر في ابويا، وفوق ده كله اخت مدمنة والتانية ما شاء الله عليها متطلقة، وانت لسه جاي تقولي صباح الخير؟ بالراحة بس عليا شوية. مبدئيا كده انا اسف على صباح الخير. وانا عامل ايه باسفك؟ يعني لما مدير المدرسة دلوقتي يخصم مني 28 جنيه عشان ما حضرتش الحصة الأولى، أسفك هيعمل لي إيه؟ ياه، 28 جنيه بحالهم؟ طبعًا، هما ال 28 جنيه بالنسبة لك هيكونوا إيه في وسط الهلمة اللي أنت فيها؟ لكن بالنسبة لي ال 28 جنيه يعني الكثير، اسألني ليه؟ آه صحيح، ليه؟ عشان بتعب وبشقى بيهم، واقفة طول النهار على كعوب رجليا، مش زي ناس قاعدين لي على المكتب وحاطين رجل على رجل وبيتأخروا على لقمة عيشهم. لا وفوق ده كله بيطلبوا فيزيتا قد كده لعلمك، ال 500 جنيه اللي حارقين لي دمي للبت اللي بره اللي هفتهم مني هاخدهم وانا ماشيه، هو انا هسيبهم؟ وبعدين انا مش محتاجه لايف كوتش في حياتي، هو اللايف كوتش ده بيعمل ايه اساسا؟ وات دو يو دو فور ليفينج؟ ممكن بس في الاول اعرف حضرتك مين؟ وجايه هنا ليه؟ طبعا، ما انت لو مركز في شغلك كنت عرفت انا مين، كنت قريت الورقه اللي البت اللي بره قعدت تكتب فيها ساعتين وتسالني ومليها وبتسالني اساسا اسئله ملهاش انها تسالني فيها. ايه ده؟ انت اسمك صدفه عجيبه؟ ده اسمك ده ولا انت جايه تهزري؟ ابتدينا في الاستظراف صح؟ بتستظرف عليا وبتستخف دمك، بتستهزئ بيا، اقوم امشي؟ لا والله انا ما بتريقش ولا حاجه، انا بس مستغرب الاسم مش اكتر. نصيبي واسمتي. ولعلمك بقى ده مش اسم اهلي الحقيقي، ده اسم اهل امي. هم اضطروا يكتبوني يعني باسم اهل امي لما ابويا ما رضيش يعترف بيا، وقطع الورقتين العرفي اللي كانوا بينه وبين امي الله يرحمها. كانت ايام سودة بقى. وبعدين انا بحكي لك كل ده ليه؟ هو انا جايه لك عشان تتدخل في خصوصياتي؟ لا، ما انت ما دام جيتي وقعدتي هنا لازم اسمعك وتقولي لي قصه حياتك كلها. قصة حياتي دي لما تبقى جاي تلبسني دبلتين، انما انا جايه لك النهارده بشحمي ولحمي وبمزاجي عشان اكلمك في موضوع معين ومحدد ما تخرجناش منه. انا نفسي بقى اعرف ايه الموضوع المحدد ده. اتفضلي، سامعك. استنى الموبايل بيرن. موبايل هيفصل، ما لاقيش عندك شاحن؟ هو قديم شويه بس الشاحن الصغير بيخش. لا ما عنديش شواحن. طب ما عندكش بنك باور؟ ما عنديش باور بنك ولا بنك باور. اتفضلي اقعدي. انت مالك بتقفلها في وشي كده ليه؟ على فكره انا بدات اكتشفك. يظهر البنت كان عندها حق. على فكره انت بخيل. بنت مين دي اللي كان عندها حق؟ بيتصل تاني. اديني بقى 5 دقايق عشان دي مكالمه لوم وعتاب. ايوه يا طارق، كده انزل النهارده مالكش واقف لي تحت البيت زي كل يوم؟ هو في ايه بالظبط؟ هو انا لو ما عملتش محضر لابويا تتقمص مني وتلوي بوزك؟ صدفه انجزي وخرجي بدل ما ادخل اجيبك من جوه وشكلك هيبقى زي الزفت قدام ادهم. ايه ده انا طلعت ظلماك؟ ده انت مراقبني بقى وماشي ورايا. ايه بتحرسني؟ تصدق لمست قلبي؟ بس لمست قلبي في حاله واحده بس، لو كان ده حب حقيقي، انما بقى لو شفقه يبقى لا، انا ماليش في الشفقه يا طارق. طب خلاص يا صدفه وخرجي. خلاص عشان مش عايز اعمل مشكله. تعمل لي مشكله ليه ان شاء الله؟ هو انا بعمل ايه غلط؟ ده انا حتى قاعده مع ادهم جوز اختي، ده ما يجوزليش شرع. اختك مين دي اللي انا ابقى جوزها؟ انت متجوز واحده غير منار؟ منار؟ اشترك في باقات واتشت الشهريه من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه من 149 جنيه و99 قرش.